كل بهيمة أحسنت إليها بسقي أو إطعام أو وقاية من حر أو وقاية من برد، سواء كانت لك أو لغيرك من بني آدم أو كانت من السوائب، فإن لك في ذلك أجرا عند الله عز وجل. هذا وهن بهائم، فكيف بالآدميين؟ إذا أحسنت إلى الآدميين صار أشد وأكثر أجرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المخفوق. اللهم فضل. يعني لو كان ولدك الصغير وقف عند البراد يقول أبي ماء وأسقيته وهو ظمآن، فقد سقيت مسلما على ظمأ، فإن الله يسقيك من الرحيق المخفوق. أجر كثير ولله الحمد، غنائم، لكن أين القابل لهذه الغنائم؟ أين الذي يخلص النية ويحتسب الأجر على الله عز وجل؟ فأوصيك يا أخي ونفسي أن تحرص دائما على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك ذخرا عند الله عز وجل يوم القيامة.